احنا عارفين ان النهارده كان ايضا هناك تحقيقات معه لمده 7 ساعات متواصله، وان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع قرر حبس الدكتور سرور 15 يوم على ذمه التحقيق وترحيله ايضا لسجن تورا. هل وصل بالفعل الى سجن تورا؟ تمام، بالفعل الدكتور فتحي سرور حاليا موجود في سجن مزرعة ترى عقب صدور قرار من المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع في التحقيقات التي بشرها المستشار صفوت ترى رئيس المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع. التحقيقات اليوم بدأت من الساعة 10 صباحا واستمرت حتى الساعة 4:30 عصرا، انتهت بمواجهة الدكتور أحمد فتحي سرور بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي وضعت تقارير عن ممتلكات وثروات الدكتور سرور، كما تم مواجهته بتقارير مباحث الأموال العامة التي رصدت أن هناك ثروات وممتلكات وسيارات للدكتور أحمد فتحي سرور خلال رئاسته لمجلس الشعب أو خلال رئاسته لوزارة التربية والتعليم. تمت مواجهة الدكتور أحمد فتحي سرور، الدكتور أحمد فتحي سرور ومحاموه خلال التحقيقات قاموا بتقديم عدة مستندات أن ميزانية الدكتور سرور من مجلس الشعب 250,000 جنيه سنويا، وأن دخله في خلال 20 سنة التي ترأس المجلس فيها هي 5 ملايين جنيه. لكن المحقق واجه الدكتور سرور بكل هذه التحريات وانتهى القرار بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات. المستشار عاصم الجوهري عقب حبس الدكتور سرور أكد وتعهد للشعب المصري في بيان صادر عن مكتبه أنه ملتزم أمام أبناء هذا الشعب العظيم أن يقدم كل من حصل على كسب غير مشروع من هؤلاء المسؤولين السابقين أو الحاليين إلى المحاكمة الجنائية. كما تعهد المستشار الجوهري بأنه سيكون ملتزم أمام الشعب بأن هؤلاء المسؤولين السابقون الذي صدر بحقهم حكما بالإدانة أنهم سيردون أموال هذا الشعب. تمام، أنا بشكرك جدا الأستاذ يسري البدري الصحفي بالمصري اليوم. زي ما قلت كان الخبر أو الحدث المسيطر على الرأي العام اليوم هو ما يخص حبس أو القرار بحبس الرئيس السابق حسني مبارك وأولاده جمال وعلاء مبارك 15 يوم على ذمة التحقيقات، وتلا ذلك أيضا القرار بحبس الدكتور أحمد فتحي سرور. لكن اليوم كان هناك أيضا مزيد من التحقيقات في عدد من قضايا الرأي العام في المرحلة الأخيرة. كنا امبارح اتكلمنا مع المستشار مرتضى منصور اللي كان النهاردة مفترض أنه هو وحصل بالفعل طبعا أنه يتم التحقيق معه بشأن موقعة الجمل. المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر حبس مرتضى منصور 15 يوم على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة ليه زي ما قلت بالتحريض على الاعتداء على المتطهرين في موقعة الجمل. وقبل مثوله للتحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع كان بالأمس المستشار مرتضى منصور بينفي أي علاقة له بهذا الحدث. الناس كلها عارفة ان انا ليس لي دور في قصة واقعة الجمل اللي هي ملفقة، وده على ذلك ان امير سالم لما قدم البلاغ رفض بي سي دي ناقص الجزء اللي بيقول للناس محدش يتحرك من هنا، كلكم تقعدوا في صفة محمود، محدش يروح ميدان التحرير. شلت الجزء ده ليه؟ لان هو راجل بيلفق قضية مع الناس والمزور. فانا على فكرة انا رايح بعد اخلص رايح التحقيق، كنت ممكن اسافر معايا الفيزا ومعايا تذاكر طيران، محدش انا مش ممنوع من السفر، لكن انا بواجه، انا موجود في بلدي، واي فيلم هيتعمل معايا، ما انا اتلفق لي قبل كده قضيه سيد نوفل واتحبست وطلعت اقوى، واعتقلت قبل كده في النظام دوت مرتين، مره لما ضربت سفير اسرائيلي ومره ثانيه لما ضربت زكي بدر وزير الداخليه. اول ما اعلنت ان انا هرشح نفسي رئيس الجمهوريه ابتدى ايمن نور والبرادعي والشله دي تعمل هذه البلاغات الوهميه، فده بلاغ وهمي كاذب. بس بقول لشعب مصر على فكره انا ما بخافش الا من ربنا، من هنا بعلن برشح نفسي لرئاسة الجمهورية.